حمزة رفيعة ما يكونش موجود في المنتخب بعد يجي ويهبط قبل الزمزمي وقبل تونيكتي اللي كانوا موجودين قبله معناها في الليستة الأولى. سعد بقيري يكون أساسي في المنتخب الليستة اللي بعدها ما عادش نلقاوها مش حتى احتياطي معناها. الانسجام هذا كيفاش تقراه في الاختيارات نتاع الكبار؟ كيف المثلوثي يكون أساسي بعد ما يجيش وبعد يعاود يجي؟ كيفاش تقراهم هذا من حاجات أنيس؟ نقراهم وقت اللي نعيش معاهم. نجم نقرا التغييرات وكيفية التعامل وقت اللي نعيش مع المجموعة نتاعي، يعني ما نجمش نكون بعيد في الدار ونقول علاش هبطت هذاك وهذاك، لازم نتعايش مع المجموعة ونكون قريب باش نعرف علاش هو اختار وشنو هي الأسباب اللي خلاته. ما ينجم حتى حد ياخذ قرار كيما هذا إلا ما يكون المدرب اللي عايش مع الملاعبية نتاعو. ثم حاجات يصيروا بعد علينا كمتفرجين في الدار ويخاطر هو يعيش مع مجور وكيف هو يختار وحده يا اخي منظر كبير. ليه هذاك موضوع اخر بالك شي يختار وحده انت انا تو خليني نجاوبه خليني كمل هذاك موضوع يخص. انا نحب نقول لك الانسجام نتاعك عليه انه البارح ريت ايتا دي سبري نتاع رفيعه ورفيعه في الايتا دي سبري اللي هبط بها عمل حصه وحيده يعني نجح امانيس. فما حاجات ما تحتاجش انك تكون موجود معاها، معناها انت ملاعبه ما تعيطلوش من اللول بعد يجي يهبط قبل الملاعبي اللي عيط له من اللول. نحب نفهمها انا هذه كيفاش. هو راهو اسمع شوف كان احنا باش نحاولوا كل ملاعبي يكون موجود انه اكيد لازمنا ندافعوا على الملاعبيه نتاعنا كل خاطر يخصونا، مش عندنا 11 12 13 ملاعب. المنتخب عمره راهو منتخب تونسي ما يدور في 12 ولا 13 ولا 14 ملاعبي، يهمنا الافكتيف يكون ريش يكون من 18 20 ملاعبي كلهم سون بري. اما ديما الاقرب رفيع انت كي تقولي زمزم، زمزم ما عنده حتى دقيقه في المنتخب، نعطي افونتاج انا كفاني نعطي افونتاج. دونك من الاول انا عايط رفيع قبل الزمزم، ما عادش ما عيطلوش الزمزم. هذاك حاجه، لكن من بعد كي تجي تشوف تقولي على البنك ويقول لك انا نمشي برفيع خير خاطر انسجامه مع اصحابه موجود اكثر وقت. ما حبيتش تفهمني، علاش خويا انت تعيط رفيع ما عادش الزمزم من الاول؟ اي ولا هذه اختيارات وهو يتحمل المسؤوليه. كي تشوف رفيع خير انت كي تشوف رفيع علاش ما عيطلوش من بالضبط؟ علاش تجيبه انت مثلا قبل بنهار ويعمل حصه وتعب باش تعمل عليه؟ ما هو زاد سي منظور لازم يكون ستابل منذ بدايه التربص، يقرا كل كبيره وكل صغيره ويحاول. لكن شوف سي المنظر عمل حاجات ايجابيه من ناحيه النتائج ووصولنا اليوم لمباراه البراج بالدم وخفنا وكل شيء. ثم بعض النقائص كما قال سي وجدي حاجه مهمه برشا هو الانضباط التكتيكي، وثم حاجه اهم هي التوازن، ويزمك تكون مستقر على التشكيله. سيفري ممكن يجيوك بعض الاصابات بعض العقوبات، لكن ديما التشكيله واضحه في فكر المدرب. راه عمري ما ريت منتخب ولا فريق ولا مدرب ما عندوش تشكيله في مخه. ممكن يصير غياب اثنين يصير معناتها ديما ندورو في 12 13 لاعب، لكن سي منظر راه التغييرات اللي صارت بوندون الكاليفيكاسيون والمستوى والتغيير في التشكيله والتغيير في الرسم التكتيكي والتغيير في بعض الحاجات خلات عدم الاستقرار. ان شاء الله يا ربي نقول الفتره الكافيه هذه الجايه والطويله سي منظر يزم يقعد مع الاطار الفني خاطر هي مسؤوليه الجميع. اذا نجح منظر الكبير ونجح مع الستاف نتاعو، واذا اخفق راهو الستاف نتاعو زاد ما عطاش توصيات الباهي، يقعدوا عندهم الوقت الكافي انه يشوفوا كل نقائصهم ويحاولوا يحسنوهم، على خاطر احنا اليوم باش ندخلوا على مرحله حاسمه في زوز مباريات الي وتور ان شاء الله. المباراه هذه راهو ما تسمحش المنظر الكبير انه يغلط في حتى تجرام غلطه اون بي كاش ما نمشيوش قطر. ان شاء الله يكون مركز مليح كيما الملاعبيه يحضروا ماتشاتهم، هو زاد مطالب باش يحضر المباراه نتاعو. لا علاش ما يخليش الباب مفتوح للاعبين اللي يبرزوا في البطوله نتاعنا؟ ثم لاعبين قاعدين يبرزوا. انت البارح لعبت بثلاثه في اللاكس، كان تضرب لك واحد من اللاكس لا قدر الله ترجع تلعب باربعه، علاش نلعب تكتيك وانا ما عنديش؟ هو في مخ الحدادي قال لك اكثر ثم حدادي ولا قدر الله معلول يا سيدي هيا وخرج معلول بالبيت. شكون جاي يلعب لك على الساعه؟ علاش؟ يعيط لك الساعه الاخر ديما. شوف اذا كنت تحب تلعب بثلاثه في اللاكس ديما لازم يكون عندك واحد ولا اثنين في الجروب يلعبوا في اللاكس على البنك، فهمني؟ مش كي تضرب واحد منهم ما بدلش الخطه نتاعي. وجدي لكن نحكي ملاعبي بملاعبي ست اي وجدي لكن بلا لعيبه علاش ما عيطلوش؟ لا 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 علاش ما عيطلوش؟ وجدي قاعد يبرز احسن واحد قاعد يلعب في محور الدفاع في البطوله التونسيه. وجدي اسمع ما نعرفش لا لازم كل واحد ياخذ حظه زاد. اسمعني لازم شويه ظلم في الكره راه مش وجدي وجدي احنا نحكيو على زوز مباريات مصيريه باش تصير في مارس هكا ولا لا؟ ثم زوز مباريات il faut rétrécir le groupe. انا انت تقول لي بشويه لا لا سامحني انت تقول باش تحل على الاقل rétrécir le groupe نتاع 13 14 اللي يحكي عليهم انيس. شوف ما تنجمش تمشي لا بيريود دي زيسي انتهت باهيها والخايب نتاعها. شفنا البارح اون بون بروميير ميتون، شفنا في مباريات اخرى في مناسبه في مناسبه في مناسبات اخرى اختيارات اعتباطيه ومردود معناتها متذبذب نتاع الفريق الوطني. اليوم عندك دو ماتش،
يلفو ريتريسير لو جروب ويلزم هذه المسألة التكتيكية ولا استراتيجية ولا اللي تحب تحكي عليها أنت هذه يلزمها تتحسم توا يلزمها تتحسم. تقولي بون أنت تجي تقولي تقولي يلزمك تخلي الجروب محلول وكل مش محلول عندك بطولة عربية تنجم تسرب فيها اللاعبين تحب احنا مش يلعبوا اللي يلعبوا انا نحكي لك على زوج مباريات اللي جايين احنا نعرفوا انه لا عندنا رياض محرز لا عندنا معناتها ما عندناش لاعبين هذوك نعرفوا الجروب نتاعنا والجروب نتاعنا اي لي مويان دونك اي لي مويان الجروب هذايا اون فا ميزي الحاجة اللي تحكي عليها انت سي معناتها الانضباط التكتيكي نحكيو على فكر نتاع كيفاش مش تلعب انت اكزاكتومون لانك ما تنجمش تغير ما عادش تنجم تغير عندك زوج مباريات هذوما اللي بالنسبه لي انا اهم من معناتها من البطوله العربيه وكل اذا هذا هو اليوم شنو اللي مطلوب احنا ماناش ندخلوا في الاختيارات احنا ملاحظين احنا وقت نشوفوا المباراه وقت نشوفوا القائمه وقت نشوفوا التكتيك مش نحكموا بعد لكن اللي نجموا il peuvent anticiper هما هذوما الكادر التكنيك اللي نحكيوا عليه نحن متفائل انيس بترشح ان شاء الله تجينا مصر تحب مصر تجينا علاش مصر عندنا راهو جمعيات كل يحبوا على تونس البارح حتى احنا نحبوا على الناس الكل شوف باش نجم تكون تتعدى المونديال لازمك تكون بيرفورمان مام يكون ادفيرسير تحب تتعدى كيكا زيد حتى الادفيرسير باش تلوج عليه شكون تنجم تجيك ادفيرسير دو كاليبر لازمك تتعدى باش تمشي المونديال نقفوا جينا كامرون نقفوا جينا غانا ليلي لكن نقول مصر علاش ان شاء الله مش الكاميرون خاطر عندنا عقده معاه علاش نقول مصر عندنا ليها سوندون بسيكولوجيك كانوا عندنا دولي دو كاليفيكاسيون مع 98 اللي حسب ما تفكر دو ما قبل التاريخ فوالا ما قبل التاريخ وتعديناهم اون بلوس انا حكيت على مصر اما شوف حط صلاح على اليمين وعلي معلول الماتش يطلع ما يقلقش هيك هناك ربحناهم في تصفيات اللي فات في كاس فريق كل ماتش عنده ظروفه انا نقول حاجه برك ولات بالعكس سمحنا نيس على صلاح يحصل في علي معلول ولات كانت تفكروا الماتش اللي في لاتزيو كمل راهو احنا منتخبنا كان نمنو به الحق راهو عندنا اللي كاليتي ممكن احنا مانيش ممنين بهم برشا خاطر ثم تذبذب في الاداء ما كيكونوا في نهار كبير ويحضروا مبارياتهم من اللاعبين هذوما راه تشبش معاهم البيدي ويخليوك تحلم هما اللي خليو عنا الدوت كفني ولا كمتفرج بالاداء نتاعك اذا انت تي كابابل باش تعمل 45 كيما البارح وتخليني ديما نتبع فيك وديما انا نكون ايجابي عطيني ديما افضل ما عندك علاش وحاجه اخرى باللي اسلام ممكن قبل ما توفى الميسيون بربي البنيه التحتيه رام الملاعبيه يشكيو رام الملاعبيه يشكيو من التيرانات راهو الدوله اليوم اليوم يحكي سي وجدي على البطوله التونسيه وعلاش ما عندنا حتى ملاعب تونس ثم تقا وثم برد الملاعبين والله لا عندك ملاعب في البطوله التونسيه نجم كل يوم بيرفورمون يكون موجود في المنتخب في كلمه كمان سي وجدي متفائل ولا في كلمه والله حتى نشوف القرعه ما نكذبش عليك حتى نشوف القرعه توافق عليه تحب نحبوا مصر كلهم صعاب اذا كان احنا باش يكونوا معناها نمشيوا للمنتخب عن جداره يلزمنا اي واحد في جينا من الخمسه اللي موجودين يلزمنا نفوز عليه شكون تفضل والله يفضل ممكن الكونغو ممكن ممكن لا انا ما نستناش القرعه انا نقول انه الفريق نتاعنا هذا كان ما يتصلحش ما عنده في مشي يا خويا قداش متشائم يا ما لا ولا كان ما يتصلحش الفريق هذا كان ما يتصلحش من هوني المارس مش يجينا فريق دو كاليبر انا نقول لك ما عندنا فين مش نمشيو شكرا انا بالنسبه لي انا ما يهمنيش الادفيرسير يهمني